دكتور شبل السبع، أهلا وسهلا دكتور. أهلا بك. يعني دكتور، ماذا تتوقع أن تقدم دول مجموعة العشرين للاقتصاد العالمي من خلال قمة تركيا؟ الحقيقة هذا المؤتمر مهم من الناحية التحليلية أكثر مما مهم من ناحية القرارات، لأن القرارات التي تؤخذ ليست قرارات ملزمة كما قال الزميل من تركيا. لماذا هذا المؤتمر مهم من الناحية التحليلية؟ لأن الأوضاع الاقتصادية الحالية تبدو أفضل بكثير مما كانت سنة 2008، من ناحية أنه تم سيطرة على الأزمة المالية وحصل بعض النمو على الكرة الأرضية في عديد من البقاع، ويبدو أن الأمر قد انتهى ودخلنا مرحلة جديدة. إلا أن أهمية هذا المؤتمر هي بالتأكيد، وقد ورأيت بعض التحاليل وبعض الخطابات أو بعض المقالات التي كتبت لهذا المؤتمر من لاري سامرز أو من غيره، تؤكد على احتمال كبير لأزمة مقبلة. وهذا المؤتمر مدعو إلى تجنب هذه الأزمة المقبلة، وهذه أزمة ناتجة عن الاستدانة الكبيرة، الديون الكبيرة التي السيادية طبعا التي يحملها الغرب، وبشكل أساسي الولايات المتحدة الأمريكية، نتكلم عن 18 تريليون، ونتكلم عن ديون أوروبية التي تزاهي الديون الأمريكية. هذا كله بالإضافة طبعا إلى اليابان ومشاكل الصين التي تحاول أن تحول اقتصادها من اقتصاد تصدير إلى اقتصاد استهلاكي على الأقل بقسم منه. كل ذلك يعني أن الكرة الأرضية حاليا استدانت كثيرا على المستقبل، فالمستقبل نستطيع أن نقول أن هنالك سيحصل نوع من الركود الاقتصادي، أي النمو الكبير الذي عرفناه قبل 2008 لن يحصل بعد الآن، وسنمر بفترة طويلة من النمو الخفيف، وهذا ما يؤكد عليه أكثر الخبراء في العالم. حتى الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي يؤكدون أننا نحن زاهيون بهذا الاتجاه. وأهم مؤشر على ذلك هو سعر المواد الأولية، يعني المواد الأولية حاليا هي بمستوى أقل مما كانت عليه بعز أزمة 2008، وهذا مؤشر أن الطلب على الكرة الأرضية انخفض جدا وأن النمو منخفض جدا، مع العلم أن هنالك بعض البقع التي تتحسن فيها الأمور من نوع أوروبا، حيث يحصل بعض النمو القليل، ولكن قليل جدا لا يمتص البطالة عن العمل، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش أطول فترة نمو بتاريخها تقريبا من الحرب العالمية الثانية على الأقل. في هذه السنة ستكون أطول فترة الحقيقة، أطول من فترة كلينتون التي دامت من سنة 1994-95 لسنة 2000 تقريبا. المواقف الأمريكية الروسية على أرض الواقع تختلف، ربما يعني أقل أقربها الموقف في سوريا. أمريكا وروسيا لها ثقل في مجموعة دول العشرين، وأنت تتحدث الآن، ونعرف أن القرارات ليست ملزمة. كيف ترى التوافق اللي بتحدث هذه القمة، وأين بوجهة نظرك مواقع الاتفاق والاختلاف بين واشنطن وروسيا؟ الحقيقة يعني هذا المؤتمر هو مؤتمر اقتصادي بحت، يعني لا مبدئيا إذا لا يدرس ولا يضع على جدوله المسائل السياسية، فإذا وضعت المسألة السورية على جدول طاولة فقط من ناحية اللاجئين، من الناحية الإنسانية، وليست موضوع نقاش سياسي أبدا. أنا على علمي يعني لا يوجد أحد تكلم عن، طبعا على صعيد المؤتمر ممكن أن تحصل اتفاقات جانبية و محادثات جانبية، هذه مسألة أخرى، ولكن المؤتمر لا يطال إلا المسألة الاقتصادية فقط لا غير، وإلا يعني يكون الإطار مسألة أخرى. ولا ننسى أن هذا المؤتمر خلق نتيجة أزمة، وأتى إلى سنة 1999 نتيجة الأزمات المالية التي حصلت في التسعينات،
وأخذ من الأهمية سنة 2008 نتيجة الأزمة المالية الكبرى التي حصلت. فالمسألة السياسية وأي اتفاق روسي أمريكي على المسألة الاقتصادية غير مهم أبدا. يعني أنا لا أعتقد أن الأهمية هي هنا اقتصادية. فالروس ليسوا بالاقتصاد الروسي ليس أكثر من 1.8 تريليون على علمي، يعني حوالي 2 تريليون يعني بمستوى الاقتصاد الفرنسي. فأهمية روسيا في هذا المؤتمر باتفاقات أحادية اقتصادية مع أمريكا يعني ليست مهمة أبدا. جيد، سأعود لك دكتور شبل السبع من باريس وأطرح عليك ما ذكره الدكتور. الدكتور يتحدث بأن الفترة المقبلة يعني كان يتحدث برضو عن المراقبين بأنها فترة ما راح تكون فترة إيجابية، تكلم عن مستوى الاقتصاد العالمي بسبب الاستدانة كما ذكر. طبيعة الحال يعني الاستدانة يعني ملف الاستدانة ملف كبير جدا، يعني كثير من الدول وكثير من البنوك العالمية لديها عليها مديونات معينة وعليها مبالغ قد تكون يعني تثقل كاهلها لسنوات قادمة. ولكن السؤال الأبرز يعني من هي الدول التي لديها ملاءة مالية عالية جدا؟ يعني من هي الدول التي تحتفظ بقدرات مالية هائلة تستطيع أنها تستثمر هذه القدرات المالية أو الملاءة المالية في مواجهة أي تقلبات عالمية أو يعني انهيارات في أسعار الطاقة أو خلافه يعني أو تباطؤ حتى في نمو الاقتصاد العالمي؟ يعني اليوم نشاهد على سبيل المثال البنوك السعودية ما زالت بنوك تستطيع أن تمول وتقرض وأيضا تستطيع أن تستثمر. المملكة كاحتياطي نقدي موجود لديها يعتبر مرتفع جدا، يعني كنا نتحدث قرابة 2 تريليون كاحتياطيات موجودة لدى المملكة. يعني حتى في ظل انخفاضات أسعار النفط يعني شهدنا منذ تقريبا 4 أشهر المملكة لم تسحب من تلك الاحتياطات. يعني بالتالي نحن لدينا نتحدث عن قدرات الدول، لا نتحدث عن تفاصيل عامة في دول واقتصاد عالمي. إن كنا نتحدث عن اقتصاد عالمي فعلا قد يكون هناك بعض الصعوبات التي تواجهها البنوك أو بعض الشركات المالية الصينية أمريكية. كنا نتحدث أيضا حتى على صعيد الاقتصاديات الدول النامية وما تشهده هذه الدول النامية من صعوبات عدة في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية. باعتقادي أنه عمليات التخارج من هذه الأزمة هي تحتاج إلى قدرات هائلة جدا في عملية بلورة الأفكار وطرح الحلول. اليوم القمة هي قمة تستطيع من خلالها الدول المشاركة أن تلتزم صحيح، ولكن أن تطرح أفكار جديدة. يعني من نهاية أنت الآن تتحدث عن أكبر تقريبا 20 اقتصاد عالمي، وبالتالي تتحدث عن 90% من الاقتصاد العالمي يجتمع على طاولة واحدة. هذا الاجتماع بطبيعة الحال من المفترض أن يثمر عن قرارات أو عن توجهات وعن ملفات وعن أطروحات مهمة جدا لاقتصاديات الدول النامية. لكنه في الأخير تشاوري تحليلي ليس ملزما. اسمح لي أرجع للدكتور شبل السبع. دكتور، تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، تراجع أسعار النفط، يعني تراجع عدد منصات إنتاج النفط الصخري للولايات المتحدة الأمريكية، ماذا يعني لك؟ الحقيقة بالنسبة للنفط الصخري النقاش بدأ يحصل في مكان آخر. يعني حتى أقنعونا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع أن تستغني عن النفط في الشرق الأوسط، وأكثر الخبراء قالوا حتى كما قال الزميل في الاستوديو أن الولايات المتحدة تستطيع أن تستغني عن النفط، إلا أن هنالك مشكلة كبرى في هذه المسألة، أو بالأحرى مشكلتان في بالنسبة للنفط الصخري. المشكلة الأولى يبدو أن الآبار التي تنتج النفط الصخري إنتاجها ليس بطويل المدى. يعني النفط في بئر نفط في المملكة أو في فنزويلا يدوم طويلا جدا لفترة طويلة من إلا أن في الولايات المتحدة الأمريكية النفط الصخري ينخفض إنتاجه بعد سنتين إلى النصف، والأرجح أن يختفي شبه كليا إنتاجه بعد 3 أو 4 سنوات. هذا يعني أنه يجب الحفر الدائم لحصول على النفط الصخري. يعني هنالك حفارات تشتغل أبدا إلى لإنتاج النفط. هذا يؤدي إلى المسألة الثانية المشكلة، وهي المشكلة الثانية الكبرى، هي المشكلة البيئية.
يعني في مدينه في كاتلانتا مثلا كان يحصل 3 هزات ارضيه في السنه، حاليا يحصل 350 هزه ارضيه. طبعا اكثرها هزات ارضيه صغيره، ولكن هي نتيجه الحفر الكبير الدائم بحثا عن النفط الصخري. فالولايات المتحده الامريكيه تستطيع ان تلعب دور الان دور الميزان في 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 سوق النفط لمده من الزمن، الا انها لن تستطيع ان تفعل ذلك لمده طويله، يعني بعد 4 أو 5 سنوات أو 10 سنوات الولايات المتحده الامريكيه لن تستطيع ان تسيطر على السوق النفط كما تحاول ان تسيطر عليه الان. فالكلفه البيئيه والقوانين البيئيه التي ستظهر بعد اذن، لانه حتى الان لا توجد قوانين بيئيه صارمه من قبل الدوله الامريكيه، وهذه مساله غريبه من نوعها، يعني حصل بس بعض القوانين على الاراضي الفيدراليه التي تسيطر عليها الدولة الأمريكية حيث يتم حفر البحث عن النفط الصخري، إلا أنه لم تكن القوانين لا توجد قوانين ملزمة بيئية على كل الأراضي الأمريكية بالنسبة للنفط الصخري. واستاء أيضا حتى المنتجون استاءوا جدا من حتى بعض القوانين التي وضعت، لأنها رفعت من سعر الكلفة عندهم كبيرا. فتقديري أن السيطرة على الأسواق النفطية كما حصلت هذه السنة وتخفيض الأسعار إلى هذا المستوى لن يدوم طويلا، وأعتقد أنه يجب أن ننظر إلى حصول في الولايات المتحدة الأمريكية لوبيز ضد الحفر الكبير للنفط الصخري الغير موزون السريع، وهو كان نتيجة ظرف أزمة مالية، أخطر أزمة مالية كبيرة حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن بعد خروج من هذه الأزمة المالية الكبيرة التي كانت ممكن أن تكون ك 1929 لا يوجد المبرر لا الاقتصادي ولا البيئي للبحث عن النفط بهذا أو للتنقيب عن النفط بهذه الكمية وبهذه الخطورة. ما جاوبتني على سؤالي تباطؤ النمو الاقتصاد الصيني. النمو الاقتصاد الصيني، يعني الحقيقة الاقتصاد الصيني يتحول من اقتصاد تصديري عرفته الكثير من الدول في على الأقل بعض الدول في الآسيوية في بداية نموها ككوريا الجنوبية واليابان، وثم عندما بعد فترة طويلة بعد فترة 10 سنوات تقريبا حتى تركيا عرفت هذا النوع من النمو بعد فترة حوالي 10 سنوات من النمو الكبير الذي يتراوح بين 8 و12%، يعود هذا النمو فينخفض إلى مستوى معقول أكثر وهو حوالي 4-5-6% حسب البلدان، أو حتى باليابان وصلنا إلى انحسار اقتصادي، انما في تركيا حوالي 3.5-4%، في الصين حوالي 5-7%، وكوريا الجنوبيه ايضا حوالي 4-5%. يعني هذه مرحله طبيعيه في الاقتصادات التي تنتقل من اقتصادات ناميه الى اقتصادات متطوره جدا بفتره 10 سنوات، الا انه لا تستطيع ان تستمر على هذه الوتيره، وتحاول بعد ذلك أن تحول قسم من اقتصادها من اقتصاد تصديري إلى اقتصاد استهلاكي داخلي. إلا أن بالنسبة لتركيا هذه مسألة أخرى، يعني ممكن كان في تفاصيل عن تركيا مختلفة عن الباقين. بنرجع لتفاصيل تركيا بكل تأكيد. تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، تراجع أسعار النفط، كذلك تراجع منصات إنتاج النفط الصخري الأمريكي. بطبيعة الحال يعني الصين هي مستورد كبير جدا للطاقة، وبالتالي تمثل شريان كنا نقول حقيقي لمعدلات الطلب في العالم. ما نتج عن تباطؤ في الاقتصاد الصيني، نتج عنه انخفاض في أسعار النفط، ونتج عنه أيضا انخفاض في منصات إنتاج الطاقة والنفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية. هي عملية جميعها عملية وسلسلة متصلة. أخي ناصر، يعني إحنا كنا نتحدث اليوم عن الانتاج طاقة، فنحن نتحدث عن كميات هائلة جدا تحتاجها السوق البترولية في العالم، أو الطاقة بنهاية المطاف تعتبر الممثل الحقيقي لكثير من المشاريع.
لا تقوم بهذه المشاريع إلا من خلال طاقة. اليوم نحن نتحدث عن أهمية أن تكون هذه الطاقة أن تكون متوفرة في العالم بكميات التي يحتاجها السوق. إن كان هناك يعني من عمليات خفض في معدلات الإنتاج أو تراجع في منصات الإنتاج، فإن في هذا المطاف سيؤثر على الاقتصاد العالمي من حيث النمو ومن حيث الانتعاش من جديد. يعني كنا تخيل معي أن هناك انخفاض في أو تباطؤ في الاقتصاد العالمي وتراجع في معدلات الطلب، إن كان هناك من تراجع في فترة سابقة والآن بدأ يعود معدلات الطلب للارتفاع، تخيل معي أنه في تلك الفترة خفضت دول الأوبك عمليات الإنتاج. الآن ستزيد الطين بلة مثل ما يقولون، سيكون هناك عمليات ضغط على الاقتصاد العالمي، ومن ثم قد تكون نعيش أزمة قد شاهدناها في فترات الثمانينات تقريبا عندما انخفض الطلب الأسعار خفض معدلات الإنتاج في تلك الفترة. لكن اليوم المملكة تحديدا في دول الأوبك ومعها بعض الأعضاء تبنت حقيقة المملكة هذا الرأي، أن يكون الإنتاج على وتيرة واحدة ولا يخفض الإنتاج تحقيقا للطلب العالمي وإيفاء للطلب العالمي مهما كانت الأسعار. يعني في هذا المطاف انخفاض الأسعار أو ارتفاع يعني مثل ما قلت لك يرجع لعملية طلب السوق أو عملية غير مستدامة. الإنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني إن كنا نتحدث عن إمكانية لأن تستمر الولايات المتحدة في الإنتاج، فإنه يفترض الآن أن تخفض من معدلات تكلفة الإنتاج. يعني كانت تكلفة الإنتاج اليوم فوق $50 إلى مستويات $90، فهذا تكلفة مرتفعة لن تستمر الشركات الأمريكية في النفط الصخري في الإنتاج، وبالتالي الأسعار الحالية تعتبر أسعار بالنسبة لها أسعار يعني تبيع بخسارة كإنتاج. اليوم شاهدنا منصات النفط الصخري 8 أسابيع متتالية أخوي ناصر، يعني 8 أسابيع متتالية تتراجع معدلات منصات النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم المفترض اليوم حتى في أسعار النفط بالمساء الأمس كان هناك انخفاض، بعض الانخفاض مفترض أن تكون محاولة للتماسك. كنا نتحدث عن النفط الخام الأمريكي كان عنده ساعة 38 إلى 37 دولار، أن يحاول التماسك عند هذه المستويات، لأنه فعلا يعني الأسعار الحالية تعتبر أسعار منخفضة بنسبة 60% أو 65% عن أسعار أعلى سعر وصل في 18 شهر. يعني نتحدث تخيل أن 60% من السعر ذهب. هذا الأمر يعطيك انطباع أنه فعلا ما زالت أو ما زال السوق النفط العالمي بحاجة ملحة جدا إلى النفط الخام. يعني للأسف يعني عندما كانت الأسعار فوق مستويات $100 ظهرت تقارير عالمية أنه في عام 2030 تقريبا لن يكون هناك حاجة للنفط الخام، أنه يكون هناك إنتاج أو إنتاج طاقة بديلة أو إنتاج نفط صخري أو خلافه. الأيام تثبت أنه ما زالت الحاجة مفروضة، وما زالت يعني عمليات السياسة النفطية على السوق وحفظ اتزان السوق موجود. يعني أنا كنت يعني أعتقد أنه في تلك الفترة أنه هذه الانطباعات كانت بسبب ارتفاع في أسعار النفط على أساس أنه ممكن الأسعار أن تستمر في الارتفاع. اليوم يثبت، يعني أنا أقول وين الشركات العالمية والخبراء الاقتصاديين العالميين إذا تحدثوا في تلك الفترة عن هذا الجانب. اليوم يثبت التجربة وبعد انخفاض الأسعار أنه ما زلنا بحاجة لنفط خام، نفط يعني ينتج بتكلفة أقل. وباعتقادي أنه المملكة يعني مثل ما قلت لك المملكة تمتلك يعني ثلث احتياط النفط العالمي، وبالتالي تلعب دور رئيسي حتى في حفظ التوازن في السوق النفطية. دكتور شبل، ماذا ينتظر أو ماذا يتوقع الشرق الأوسط من هذه القمة؟ الحقيقة يعني لا نستطيع أن نتوقع كثيرا من الكثير من المسائل من هذا المؤتمر للشرق الأوسط، لأنه كما قلنا الشرق الأوسط مشاكله بشكل أساسي في غير مكان. أي مؤتمر اقتصادي من هذا النوع إجمالاً لا يساعد كثيراً دول المنطقة، فلن يساعد السودان ولن يساعد موريتانيا ولن يساعد اليمن إلى ما هنالك. يعني وبالتالي نرى أن الموضوع الوحيد المتعلق بالشرق الأوسط هو موضوع الذي يهم أوروبا، هي المهجرين إلى أوروبا فقط لا غير. لم أرى لدي الآن كل المقالات التي كتبت لهذا المؤتمر، لا يوجد لدي أي مقال متعلق بالمنطقة العربية يعني أو بالشرق الأوسط بشكل عام. إذن التوقع بأن تكون النقاشات على مستوى حسب ما سمعنا على الأقل من الخبراء وما شاهدنا من المحللين، تحدثوا بأن ملف الإرهاب سيكون حاضر في هذه القمة.
طبعا هذا يعني هذا ملف موجود دائم في كل القمم، صار يعني لا يمكن ان تحصل قمة في العالم الا ان يذكر هذا الملف. ولكن هل هذا يعني شيئا جديدا؟ لا اعتقد، يعني لا اعتقد ان هنالك اي شيء ملموس. يعني قرات كل شيء، كل الكتيب الذي صدر من 220 صفحه الذي صدر عن جامعه، عن باحثين كنديين عن الموضوع، عن المؤتمر، لم ارى شيئا يتعلق في ملموس في هذه المسائل. طيب ابرز الملفات التي انت من وجهه نظرك ترى جدوى نقاشها في هذه القمه؟ الحقيقه في هذه القمه في هنالك مساله واحده اعطت نتائج منذ سنه 2008، ولذلك ما زال هذا المؤتمر مستمر انا برايي، يعني هو ما يسموه مجلس الاستقرار المالي. فسنة 2008 قرر أنشأوا مجلس استقرار مالي الذي كان من وظائفه أن يقدم تقرير فيما يجب أن تعمل عليه الدول لتخفيف من حدة الأزمات المالية وتثبيت الاستقرار المالي العالمي، مما لتجنب أزمة كأزمة 1929 ولتجنب أزمة 2008. وهذا المجلس الاستقرار المالي سيقدم تقرير لأول مرة نهار الأحد أو الاثنين، تقرير مفصل عن القوانين الذي يجب أن والإطار الذي يجب أن يتم فيه وضع قوانين جديدة للاستقرار المالي، وخاصة الكلام كيف سيتم إعادة جدولة الديون أو إعادة تخفيف من حدة الديون السيادية في العالم، بأي إطار، ويحاولون أن يضعوا نوع من الجدول، نوع من البروسيس لدرس تلك المسألة حتى لا يكون هنالك غبن، لأن نعلم أن كل الدول الغربية وطبعا وبعض الدول النامية من البريكس وغيرها لديها مشاكل على هذا المستوى. فيحاول هذا المجلس الاستقرار المالي وضع إطار لإعادة هيكلة الديون، يشرف عليه الصندوق الدولي، وقد تشرف عليه أيضا مؤسسات أخرى من نوع البنك الدولي أو الهيئات منبثقة عن أو هيئة منبثقة عن المؤتمر G20 الحالي. دكتور، بما أنك في باريس، ماذا كتب المحللون الاقتصاديون في باريس حول هذه القمة؟ ماذا توقع الإعلام الفرنسي؟ كيف يتحدث؟ ما هي لغة خطاب الإعلام الفرنسي تجاه قمة الـ20 في تركيا؟ حقيقة بالنسبة للفرنسيين هم مهتمون حاليا بمسألتين، طبعا مسألة المهجرين هذا الاهتمام الأساسي الذي أكثر الموضوع الذي تناولته الصحف بكثرة، والموضوع الثاني هو الانفتاح الاقتصادي. ويعني ما يهم الفرنسيين حاليا هو الانفتاح على التجارة الدولية وأخذ عقود في المنطقة خاصة. ومن ناحية النفط فهم مطمئنون، يعني ليس لا يوجد لديهم أي أزمة من ناحية الكلفة، وبالتالي يعني تتركز الأمور على شغلات، على مسائل ثانوية بالنسبة للمؤتمر حقيقة، عكس الدول المنطقة عندنا أو عكس بعض الدول الأخرى التي هم مسائل كثيرة أخرى في هذا المضمار. الخبير الاقتصادي الدكتور شبل السبع، كنت معي من باريس متحدثا عن G20 أو قمة الـ20. شكرا جزيلا لك دكتور. شكرا لك. شكرا. برجع لك شجاع، يعني التصنيفات الائتمانية اللي الحقيقة تم توجيهها للمملكة مؤخرا، تصنيف ستاندر أند وورز اللي هو يعني ما كان مهني الحقيقة، ووصف بغير مهني، وفي التصنيف الآخر اللي